على فكره انت مش عارف، على فكره هي فعلا انا كنت متاخر لحاجه الزعتر والله. بالله المصطلح مع انه هذا مصطلح قديم، بس انا ما بديش ولا شيء يعني كنايه عن الثبات والصبر. لا 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 والتحمل والصبر والكذا. انا فهمته زي ما ليش انا بشوف نكت علي مثلا علي وعلى الدبيك. لما دخلت وعلى جبريل وعلاية مثلا تريح. طبعا بعدين الثقافة المصرية ما هي لازم تنشي مصرية على طول عاشوا في غيروا طبيعة الشعب جنبا يا جنب مع أمهات وأبناء وأصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هي خيارنا وهي مظلتنا التي يستظل بها جميع أفراد الشعب الفلسطيني. أعطيني كمان. أننا شعب بحاجة إلى حكومة قادرة على قيادة هذا الشعب، بحكومة قادرة على أن تقود دفة الأمور السياسية حتى تخرج هذا الشعب من وضع الحصار والخناق الاقتصادي. حرة ديمقراطية، لأن الدم الفلسطيني محرم علينا. منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي. Our teachers didn't receive their salaries since 2 months till now because of the international closure. Which is on our Palestinian people according to his democratic choice. So we deny this international situation against our people and our teachers. أجيب لك التأبيد أنت. ها.